نروح لأول خبر لينا وهي مباراتنا مع العبور الفريق الأول لكرة اليد لعب مباراة في أحد الجولات في دوري المحترفين دوري المرتبط الأول أنا آسف وفاز على نادي العبور يعني الحقيقة نتيجة كبيرة 30-20. النادي الأهلي ممكن يفوز بنتيجة أكبر من كده ولكن زي ما قلت لحضراتكم السياسة اللي بيلعب بيها مستر ديفيد في المقدمة اللي أنا قلتها واللي كانت ضرورية عشان يعني الساده المشاهدين والاهلاويه كلهم يعيشوا في جو الفريق الاول ويعرفوا وصلنا لغايه فين. المباراه كانت اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره يوم الجمعه اللي فات. الشوط الاول كان خلص لصالحنا 16-8 والشوط الثاني خلص طبعا بالنتيجه اللي قلتها لحضراتكم 30-20. احمد هشام سيسه سجل 6 اهداف ومن 6 تسديدات على المرمى بطبعا نسبه 100% من التصويبات. احمد هشام سيسه من اللعيبه المميزين جدا واللي يعني طبعا الفريق بيعتمد عليه ده مستر ديفيد ديفيدز مدير الفني للفريق الاول. وزي ما قلت لحضراتكم بالنتيجه دي اتصدر للترتيب بالدوري ولكن بتسع نقاط مش 10 وهو نفس رصيد طلائع الجيش والبنك الاهلي بس احنا متقدمين بفرق الاهداف وبعديهم بيجي نادي هليوبلس في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس برصيد 8 نقاط ودي حاجه كويسه ان انت تبتدي الموسم وانت يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره او لغه الرياضه راكب الدوري. الفوز ده الفوز الثالث من 3 جولات، الاول كان الزهور والمعادي ثم العبور. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الماتش اللي جاي كمان هيكون مباراه صعبه شويه، هتبقى يوم الثلاث اللي جاي قدام نادي سموحه في اسكندريه، يمكن ده اول مباراه صعبه شويه ولكن ده مطلوب. مطلوب جدا تلعب مباراة قوية بره ملعبك، مباراة جدا مهم جدا تستعد خاصة ان انت مطروح بطولة افريقيا في الكونغو اخر الشهر، مش حدش هيستنى ومحدش هيتسمى عليك زي ما بيقولوا، هتلعب مباريات بره بيتك بره ملعبك، الدنيا هتكون هناك زي ما بيقولوا مفرمة، فلازم تلعب ماتشات متدرجة القوة لان ده اللي هيحصل في افريقيا. خليني اقول لكم ان افريقيا بحكم متابعتنا ليها على سنوات بيكون اول يعني في الاول بتكون الدنيا لطيفه، بتبتدي بقى البطوله تشد او يبتدي بقى الجد من قبل النهائي. انت بتتاهل اول مجموعتك دايما، ده بيحصل معانا بفضل الله سبحانه وتعالى، تلعب دور الثمانيه بيبقى رابع المجموعه الثانيه بيبقى مباراه سهله، قبل النهائي بتبقى مباراه نوعا ما بتبقاش سهله. هو قبل نهائي ونهائي. نتمنى التوفيق ان شاء الله عشان تبقى اول بطوله من السبع بطولات اللي هيلعبهم فريق كره اليد السنه دي في موسم ممتلئ بالبطولات.